أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت فصائل من الجيش السوري الحر إحباط أكثر من محاولة اقتحام وتقدم لقوات الأسد في الغوطة الشرقية بريف دمشق خلال أسبوعين. وأضافت الفصائل أن قوات النظام تكبدت خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مناطق بشرق حي جوبر في العاصمة دمشق. قتل 14 شخصا من بينهم ضابط الشرطة والشرطي في تفجير انتحاري استهدف مخيما لنازحين غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقالت مصادر أمنية وطبية إن 13 آخرين أصيبوا من بينهم شرطيان من أفراد حماية المخيم. أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الاستجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة. وقال بيان مشترك للدول الأربع إن الاستجابة لطلب أمير الكويت جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم. أصيب 8 أشخاص في حادث إطلاق نار قبالة مسجد في مدينة أفينيون الفرنسية. وقال الشهود إن رجلين أطلقا النار على حشد من الناس خارج المسجد، غير أن الشرطة استبعدت احتمال أن يكون الدافع وراء الحادث إرهابيا. أسفر حريق هائل عن تدمير نحو 130 هكتارا من غابات مديونة بمدينة طنجة المغربية. وقالت السلطات أنها حددت 3 بؤر رئيسية للحريق، غير أنها تجد صعوبة في إخماده جراء سرعة الرياح التي ساعدت في اتساع رقعته. قررت السلطات الأمريكية رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة بعد المراجعة المتعمقة والتحقق من إجراءات السفر الأمنية. ومع بدء سريان القرار بأثر فوري يسمح رفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة باصطحاب كافة أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة.